بعدكم متشلبين بالمسخ وما الشرعية. يا شرعية ولكم 42% من البلد انباع داعش ومئة مليار او عشرات الالاف من الشهداء ما سولفتوا بالشرعية. هو انتم من 2003 الى اليوم كان وجودكم شرعيا؟ حقنوا دماء الناس، حقنوا دماء الناس، حلوا البرلمان، سووا حكومة 3 شهور، روحوا الانتخابات مبكرة وحفظوا ذول الولادات من الموت. بعد فلان يسولف معلق على بعير وفرس ولك يا دولة؟ هو انتو لو دولة انباقت هاي المليارات؟ هو لو اكو دولة ضاعت هوية العراق؟ هو لو اكو دولة يصل الايتام والارامل الى الملايين؟ هو لو اكو دولة اكو واحد يبيع عملته مليارين دولار بالاسبوع بمزاد العملة؟ هو لو اكو دولة العراق يصير ترتيبه 79 بين فقراء العالم؟ لكن تصير اكو دولة وتصير اكو شرعية لان انتو لازم تحكمون. لعنة الله عليكم في كل قطرة دم عراقية سقطت هذا اليوم. لعنة الله عليكم وعلى من والاكم وعلى من حمل السلاح لقتل العراقيين. تفضل استاذ ضياء، الله لا يوفقكم. شكرا لهذه الصرخه اللي تعبر عن مشاعرنا. تفضل بالاستاذ الياسي وكذلك الاستاذ رافع. الان لحظه يجب ان يتخذ بها موقف. خلي هؤلاء يكفرون عن ذنوبهم وعن خطاياهم اللي ارتكبوها من 2003. الآن مطلوب مثل ما تفضلت، المطلوب فعلا أن يخرجون ويقولون نعم نحن مع حل البرلمان من أجل الحيلولة دون أن يصار إلى نزيف الدم في العراق. إحنا ما نريد دم، فعلا لا يريدون الدماء. أما يريدون يبقون ممسكين بالسلطة حتى لو ضحوا بالعراق بدماء العراق، بعد ما ضحوا بمليارات من ثروة العراق، بعد ما ضحوا بمعاناة فقراء العراق وإلى غير ذلك، فرح يحاسبهم التاريخ. هو التاريخ بالأساس يحاسبهم، ولكن على الأقل كفروا بعض الشيء عن ما ارتكبتوا لحد الآن. قولوا نعم مع حل البرلمان. المحكمة الاتحادية أيضا ليست بريئة، أيضا حملها مسؤولية، هي اللي ابتدعت قضية الثلث المعطل اللي بالواقع هي ليست مسألة دستورية 100%. هو تأويل من التأويلات، تأويل كان بإمكانها أن تخرج بتأويل آخر إلى هذه الأزمة.